مفيش مشكلة خالص، ما نشوف آخرة جدول الضرب ده هيوصلنا لغاية فين. يا كابتن شريف، كابتن بلال، كابتن تامر، ألف مبروك طبعا، وثلاثة نقاط غالية جدا يا كابتن شريف. ألف مبروك فعلا، ثلاث نقاط غالية جدا، وكل مباراة هنلعبها هنتكلم في نفس الشكل في نفس السيناريو. مفيش مباراة سهلة، الفرق كلها بتبقى قدامك بتدي أكتر إمكانياتها، ولكن فارق الإمكانيات والفرديات والوجود داخل الملعب طبعا بيبقى في مصلحة النادي الأهلي، ولكن بيكون في مصلحة النادي الأهلي لما بتلعب الكرة السريعة، لما اللعيبة بتاعتك بتتحرك في الملعب كويس، لما كل واحد بيحط إمكانياته في الملعب، لما بيبقى لك سبق التهديف، وعندما بتحرز أول هدف خلاص الفرقة بتحاول تلعب معاك جوه الجيم، فبتعمل حالة للتملك النادي الأهلي في النص ملعب، للأطراف، لكل شيء، فبيبقى عندك حرية الأداء واللعب اللي احنا كنا بنتكلم عنه، الفردي والريسكي، وان انا اخد المخاطرة في كل لعبة، اقدر ارقص، اقدر اطلع بقى بعد كده معلول براحتي، تلاقي حالة ثقة زادت عند جيرالدو كتير جدا، كل الخطوط بتبقى خلاص عندها حافز كتير او انها تعمل زيادة عددية جوه 18. فاعتقد ان انا شفته في اول هاف تايم، وضاع اكتر من ثلاث اهداف بعد الهدف اللي احنا جبناه، كانت نتيجة كانت تبقى رائعة. وكل كوم طبعا، والهدف اللي انت اتكلمت عنه بتاع عمرو سولية، الحقيقة ليه لنفسه وللفريق وللتاريخ لنفسه، حتى أول ما هتقول اسم عمرو سولية أعتقد إن هذا الهدف لازم ينزل على الشاشة تتفرج معاه.